اوراكل جيت تول جامده جدا بصراحه. التول دي اوبن سورس فري على غير عاده اوراكل العاديه، يعني منتج من المنتجات اللي معمول عشان يخض جامد، مريح جدا للديفلوبرز اللي هم هيتعلموا لغه واحده يعملوا بيها الويب والموبايل ومش عارف ايه الكلام ده كله. بصراحه مش عايز اتكلم على مميزاتها واللي الناس برضو لسه مش متخيلها قوي، لكن بلاش اتكلم عن المميزات، انا بتكلم بس المره دي على ايه الخطوات لو انت خلاص مقرر انك تتعلم اوراكل جيت، تعمل ايه عشان تتعلم اوراكل جيت، تمشي ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه تتعلم اوراكل جيت، لان لو كنت على المميزات بتاعتها شويه ممكن اكون منحاز. فخلينا نتكلم على الخطوات للناس اللي عايزه تتعلم اوراكل جيت، وممكن بقى نعمل حاجه نقارن فيها او نقول ليه تتعلم اوراكل جيت وايه المميزات يعني. واعتقد ان برضو الفيديو ده هيوضح اوتوماتيك اصلا وانا بقول لك اعمل ايه ثم ايه ثم ايه. لكن الناس المقررة ان هي تشتغل اوراكل جيت الاول هي تول بتبني موبايل ابلكيشن وبتبني ويب ابلكيشن بلغه واحده اسمها جافا سكريبت، وريح نفسك ما تقعدش تتعلم 100 لغه برمجه وكلام زي كده. قال لك كله هي اصلا اختصار كلمه جيت اختصار جافا سكريبت اكستنشن تول كيت. جيت اوراكل جيت من الكومبوننتس اللي بتعمل حاجات شكلها جميل جدا جدا، تخدم الموبايل وتخدم الويب. عشان تتعلمها تعمل ايه؟ اول خطوه هتتعلم HTML وCSS وبوتستراب، او من غير بوتستراب مش مشكله، لكن ده اساسي انك تبقى عارف الويب يو اي بيتكون ازاي. خد بالك لان هي بتبني برضو الموبايل على نفس البيزكس، فالبيزك ده بالنسبه لك البيزكس دي مهمه جدا، سواء كانت في شكل HTML وCSS بوتستراب، دول حاجات اساسيه. من غير بوتستراب مفيش مشكله، تمام. بعد كده ده اول كورس لازم تاخده. الكورس الثاني خد بالك دول كلهم في مستوى البيجنرز، انت بتتكلم على الكورس الثاني طبعا من المرحله بتاعت الاتش تي ام ال والسي اس اس ديت، ممكن تبدا تطلع بقى ويب سايت ولاي اوت وتطلع اول مرحله من مراحل البروجكت بتاعك، يبقى كويس جدا. لغه برمجه طبعا تتعلم لغه البرمجه جافا سكريبت على طول مباشره، لغه مهمه جدا وقويه جدا ومرنه جدا خلاص. رغم ان خد بالك ان احنا ممكن نتعلم بالاوراكل جيت برضو بالتايب سكريبت وكلام زي كده، بس انا ارجح لك الايه الجافا سكريبت في الاول، وطبعا ممكن تتعلم التايب سكريبت مش هتحس ان هي طبعا كلها سابقه جافا سكريبت. المهم تاخد كورس تاني لغه برمجه، يا ريت تركز على الالجوريزم عشان تعرف تفكر ازاي وترتب افكارك، وتتعلم الجافا سكريبت عشان تعرف تكلم افكارك دي تطلعها توصلها على طول للايه للكمبيوتر اللي هم الطرفين بتوع البرمجه، ازاي تفكر وترتب فكرك الجوريزم وازاي تقول الكلام دوت للكمبيوتر جافا سكريبت. الكورس الثالث في المستوى برضه البيجنرز تتعلم داتابيز. داتابيز سواء كانت ريليشنال داتابيز، كانت نو سيكوال داتابيز، كانت اي نوع من انواع الداتابيز. خد بالك اوراكل جيت ما بيجبركش على اي داتابيز من ورا، يعني اي داتابيز في الخلفيه عندك سواء كان داتابيز اوراكل ماي سيكوال سيكوال سيرفر اي داتابيز على السيرفر ما بيقولكش لا خلاص، بوست جري غيره، او تشتغل على الحاجات اللي هي بقى نو سيكوال بقى المونجو دي بي والكلام ده، يبقى يفضل نيو فور جي الحاجات بقى بتاعت الاوبجكت بتاعت البيج داتا، يبقى كلام جميل جدا. المهم الداتابيز هي مش عامله ريستريكشن عليك في نوع الداتابيز، فانت يفضل تاخد كورس كده وتتعلم الايه ايه الداتابيز بشكل كويس جدا. ده كده انا بقول التلات كورسات دول انت كده مستواك بيجنر لسه. بعد كده بتطلع للمستوى الانترميديت، بتاخد بعد كده اول حاجه على طول تبدا بيها اختار كورس نود جي اس واكسبريس جي اس، تمام. نود جي اس واكسبريس جي اس تعلم افكار النود، لان خد بالك الكلام ده كله مبني على الطبقه بتاعه النود، يبقى الكورس الرابع عندنا نود جي اس واكسبريس جي اس، تمام. بعد كده تشتغل على طبعا احنا خلاص خلصنا الداتابيز والمونجو دي بي والكلام ده كله، بعد كده بنشتغل يفضل تشتغل بقى ريست فول اي بي اي بالنود جي اس، ادي كده خمسه، وده كان في المستوى المتوسط. ليه ريست فول اي بي اي بدري كده؟ عشان هي معناها سيستم انتجريشن وبتركب سيستمز ببعضها والكلام ده كله، عشان اوراكل جيت خد بالك بيعمل بيفصل خالص ما بين الباك اند والفرونت اند خالص، فالباك اند بتاعته كلها هتتعمل كلها نود جي اس، واعمل لك سبيس جي اس واعمل اي بي ايز والكلام ده كله قبل ما تبدا في الفرونت اند بتاعته اللي انت اوريدي اخدت منها مين؟ اخدت منها في الاتش ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت. خلاص كده حلو جدا، كلام جميل، وبنيت الاي بي اي بتاعتك وكله زي الفل. هتاخد كورس رقم كام؟ رقم ستة، تاخد الكورس بتاع النوك اوت وريكوير جي اس، كورس النوك اوت وريكوير جي اس، ودي تول جميل يعني بصراحه جميله جدا. خد بالك انا كنت نسيت بس في الجافا سكريبت اقول لك، خد بالك كمان ان الجافا سكريبت خد معاها جي كويري،
لان هي بتستخدم بقوه جدا مع الاوراكل جيت. المهم قلنا النوك اوت والريكوير جي اس دول مهمين جدا لان هم بيشتغلوا فكره انا عندي داتا جت من الباك اند عايز اسلمها بشكل بسيط جدا للفرونت اند، فهي داتا بايندنج تولز والريكوير جي اس عامل مساعد، لكن النوك اوت في الاساس هو داتا بايندنج تول وهو اللي بيربط لك بقى من الفرونت اند وما من الباك اند ويربط لك الدنيا. من اهم التولز اللي قايمه عليها فكره الجيت. طيب خلاص كده، بعد كده سبعه هتاخد كورس في الجيت بقى، هتبدا تخش في الجيت كده بالتفصيل. طبعا الحاجات دي كلها كانت اساسيات ممكن تكون كانت عندك، انا بقول لك بس الخطه. رقم سبعه تاخد اوراكل جيت بقى اللي هو الكومبوننت بتاعته والكنترولز واليوزر انترفيس للويب، وتبدا تركب الويب بقى بالكامل بالجيت. خلاص ده كلام جميل جدا كده، انا بعتبرك انك انت في مستوى المتوسط خلصته وبقيت تشتغل في الجيت. تلاحظوا ان الجيت بدا يظهر معانا في اخر كورسين بقوه، اذا ما كانش اخر كورس، لكن الحاجات دي اساسيه تكون اصلا ممكن تكون موجوده عند ناس كتير. خلاص في الادفانسد هتاخد عشان تشتغل موبايل ابلكيشن بتاخد حاجه اسمها كوردوفا، ده كورس رقم كام؟ 8. بتاخد كوردوفا وموبايل ابلكيشن، لان خد بالك الجيت مبني على كوردوفا. تمام، يبقى احنا كده اول كورس في المستوى العالي، واخر كورس بتاخده بتاخد ادفانسد توبكس في حاجات الموبايل والويب والانتجريشن ما بينهم. يبقى كده 9 كورسات او 9 مستويات تقدر تقول لنفسك ان انت بدات تتعلم اوراكل جيت بقوه، بس بدات تعمل وان انفايرمنت، بيئه واحده، وان لانجوج، لغه جافا سكريبت، لغه واحده طلعت بيها كل انواع الموبايل ابلكيشنز انت عايزها، الاي او اس والاندرويد، لانه بيطلع هايبرد ابلكيشن مبني على فكره الكوردوفا، والكوردوفا طبعا شركه منفصله، لكن طبعا زي ما اتفقنا جيت هي جمعت كل الاوبن سورسز تولز اللي موجوده على بيزد على جافا سكريبت، وقامت فوقيهم. تلاحظوا ان الجيت بقى عامل اللي هي الامبريلا اللي جمعت كل دول بشويه حاجات ادوات بسيطه جمعتهم وشويه حاجات يو اي خطيره جدا. خش على كوك بوك بتاع اوراكل جيت دوت كوم، جمعتهم كلهم وعملت شويه حاجات في الراوتنج ومش عارف ايه، وجمعت لك التولز دي كلها بحيث يبقى كل دول كلهم بيزد على فكره الجافا سكريبت واتش ام ال 5 وسي اس اس 3 والكلام ده كله، وتبدا تبني الابلكيشنز بتاعتك. تول جميله، تول مفيده، الشركات طبعا بتبدا توجه لها بسبب ان هي اوبن سورس وفري وشكلها شيك وبتطلع حاجات رهيبه ممكن تقعد فيها كتير جدا على ما تطلعها، التولز بتاعتها رهيبه بص عليها. 9 خطوات ببساطه جدا بياخدوك من مستوى المبتدئ لمستوى المتوسط لمستوى المحترفين. وعشان ما يبقاش الكلام نظري ويبقى خطه بس نظريه، طبعا انا هسيب لكم اللينك في اخر تحت في الفيديو في الديسكربشن، في لينك في كل تفاصيل كل كورس من دول تذاكر فيه ايه بالظبط اللي عايز يذاكر سيلف ستادي، واللي ما بيقدرش يذاكر سيلف ستادي او عايز حد يساعده او يجري بيه، احنا كتيم يعني بتاع سيمنست يعني كنا مساعدين ومع شركه بوابه التطوير العالميه او جي دي جي او جلوبال ديف جيت او جي دي جيت. بوابه التطوير العالميه شركه من الشركات الكبيره جدا اللي موفره للشباب فكره جميله للمبرمجين وطموحه جدا، وطبقت بالفعل الكورسز بالمستويات اللي احنا اتكلمنا عليها بحيث ان هي تاخد بايد الناس ويبقى عيدوا محاضر لايف، كله طبعا اونلاين تريننج، يعيدوا مع الناس لايف واللي مش عارف حاجه يصلحوها له ويشرحها له تاني وبتاعه، كلام جميل جدا، اونلاين تريننج ممتاز. اللي مش بيقدر يتعامل مع نفسه في الاستادي يشترك معاهم، هسيب لكم برضو اللينك بتاعهم بحيث ان انتم ان شاء الله في 2019 كده تكونوا وصلتوا لمستوى جيد في البرمجيات عشان تقدروا تخشوا المجال ان شاء الله من اوسع ابوابه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.